تأهل المنتخب الوطني في المونديال القادم يعتبر كارثة. شوف دائما علينا أن نقتنع أن العراق ولاد، ولاد بالمواهب، ولاد باللاعبين. يعني إذا كانوا الآن اللاعبين المحليين مميزين فقد يكون اللاعبين المحترفين أكثر تميز. يعني الآن عندنا لاعبين مجموعة رائعة من اللاعبين المتواجدين بالدوريات الأوروبية والدوريات اللي خارج العراق يثبتون أنهم أهلا للدفاع عن الكرة العراقية. لو قدرنا أن نخلق توليفة بهذه المجموعة المحلية والمغتربين أنا أتصور الفريق العراقي سيكون له شيء كبير. قد تكون أنا تجربتي مع المحترفين والمحليين قد تكون تجربة مثالية، تواجد مع ياسر اولا، تواجد معي جيستن اولا، تواجد معي اسامه، تواجد معي احمد ياسين، وتواجد معي حيدر. يعني قد اكون انا اول مدرب جمعت 5 لاعبين 4 من عندهم اساسيين في مباراه واحده. لكن هنالك الكثير من الناس لا يريد للكره العراقيه التطور، مصالحه الفرديه ومصالحه الشخصيه، وخوفا على ما عمل في السنوات السابقه او قدمه في السنوات السابقه يحاول ان يعرقل الامور من اجل ان تكون الكره العراقيه في تدهور. بس صدقني مهما جرت الظروف فالكره العراقيه متطوره، وانا اقول لك ومن هسه خلي يعلم الجميع العراق في البطوله القادمه في بطوله كاس العالم سيتواجد. اذا العراق لن يتواجد ب 48 فريق فانا اتصورها كارثه.